السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قوم؟ سحبة جديدة من سحوبات الإكسبرس انتري الفيدرالي. تعالوا نشوف حصل النهاردة. الناس اللي متابعة السحوبات والمهتمة طبعا بالهجرة واللي عندهم ملف في الإكسبرس انتري طبعا بينتظروا السحوبات دي كل اسبوعين تقريبا هي بتحصل. النهاردة تم دعوة 3600 ملف لتقديم ملفاتهم يعني استكمال الإجراءات بتاعت الهجرة ضمن الإكسبرس انتري للفيدرالية. يوم 15 الشهر يعني من 5 أيام كان عندنا فوق 7100 وشوية و60 65 كان عندهم نقاط أكثر من 450 نقطة. فأنت طبعا كان مستحيل السحبة دي تنزل على 450، عشان كده هم سحبوا 3600. أقل نقطة سحبوها أو قدموا دعوة لصاحبها أن هو يكمل إجراءات الهجرة كان 457، رقم ممتاز. أول مرة من 29 مايو اللي فات نوصل للرقم ده. أقل رقم وصلنا له من أسبوعين ثلاثة كان 459، وغير كده من 29 مايو لغاية دلوقتي كان دائما الرقم فوق 460. أول مرة نشوف 457 من 29 مايو كان النهاردة. ما زلت أعتقد أنه صعب أن احنا السنة دي نشوف 440ات مرة تانية. الأرقام اللي هي فوق 450 كتير، يعني في لسه هم سحبوا 3600، في أكتر منهم تقريبا 3600 تانيين فوق 450، وكل شوية بيجي ناس جدد وإلى آخره. فيعني أعتقد أنه صعب أن نشوف 440، 40 قصدي 49 يعني. بس نقول يا رب. يلا مبروك للناس اللي تمت الدعوة ليهم، وإن شاء الله اللي منتظر تجيله الدعوة قريبا. شدوا حيلكم، شوفوا إزاي تقدروا توصلوا نقاطكم لفوق 450. فرنسي، تحسين إنجليزي، شهادة تاخدوها، تدريب تتدربوه إلى آخره. يلا بالتوفيق للجميع، وما تنسوناش من الدعم المستمر بتاعكم. في أمان الله.